يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا، يا راحة بكل مشاهدينا في كل مكان. يا رب تقعدوا عندنا وقت حلو وتتبسطوا وتنطلقوا عندنا في 4 شارع شريف. عندنا النهارده كل حاجه مصري في مصري في اليوم الصناعات المصريه، وعندنا الاكل مصري جدا جدا جدا. والنهارده اميره حسن منوره الريستوران عندنا وعامله فول وطعميه وشكشوكه وحاجات لطيفه قوي. حيوه جامد قوي. أهلا أهلا. عاملة إيه؟ الحمد لله كويسة؟ كويسة. إيه بقى؟ عاملة طعمية وعاملة فلافل. هتقولوا لي إيه الفرق بين الاتنين؟ هقول لك في فرق بين الاتنين. الطعمية المصري بتاعتنا بتتعمل بطريقة، والفلافل الشامي أو السوري بتتعمل بطريقة تانية. دي بالحمص ودي بالفول. أيوة. ثانك يو. بس في حاجات بتتشال وحاجات بتتحط. في شكشوكة؟ في شكشوكة وفي فول بالسجق. فول بالسجق؟ أو بالصدق. بالصدق. مش مقتنع أنا بيه ده. هو يا فول يا سجق. في فول مع لحمه ازاي يعني؟ فول ميكسات كتير، في بالبسطرمه وفي بال، ما هو اسواق بقى الاكل اسواق. لسه ما خلصتش. ايه ده، في لسه تاني؟ وعامله بتنجان بالدقه. بتنجان؟ بتنجان بالدقه. لا منوره كالعاده. ميرسي. اهلا بيك يا اميره. بعد ما نخلص مع اميره النهارده يوم الصناعات المصريه، ومعايا النهارده اتنين ديزاينرز عاملين حاجات الاتنين احلى من بعض، وعاملين حاجات على مزاجي وحاجات بحبها قوي. في الاول معانا من كرييتيف ايجيبت استاذه سالي جنينه، مؤسسه مشروع كاندل كونكشن للشمع. اهلا وسهلا بيكي. ايه الحاجات الحلوه دي؟ ثانك يو. خليتي لي الشارع رومانتك. بداتي من قد ايه؟ انا بدات في امريكا اكتر من 20 سنه دلوقتي. اوكي. بس بعدين في مصر بدانا في 1999، يعني تقريبا 20 سنه. والدنيا ماشيه كويس؟ قوي. الناس بتحب الشمع. Yeah. بس الشمع عندك مختلف، لانه بيعيش كتير. الشمع عمرها زمني كبير قوي، انا مجرب وشكله حلو. ثانك يو. فالنهارده هنتفرج على الكولكشن بتاعتك كلها، وداخلين على الشتاء بقى، والشتاء يحب الشموع. انا بحب اصلا عندي شمع، ده انا احط فيه شمع قوي. Yeah. اوكي، منورانا. ثانك يو. اهلا وسهلا بيكي. بعد ما نخلص مع استاذه سالي جنينه، هنشوف بقى اساس منزلي مختلف جدا، معمول في روح شرقيه حلوه قوي. النهارده مشرفاني ومنوراني استاذه شيماء بشاري، مؤسسه عيشه ديزاين هاوس للاساس. اهلا وسهلا بيكي، منوره. انا قلت الفاميلي نيم صح ولا غلط؟ مظبوط مظبوط. زي الفل. حاجتك تجنن. ميرسي جدا. تجنن. وفيها مجهود وكرياتيفيتي وكلها طالعه، تحسي انها طالعه مننا بطريقه مودرن. الحمد لله. بداتي من قد ايه؟ بدات من 2014. اوكي. فمش عمر طويل، بس يعني بحاول قد ما فيا. انت دارسه انتيرير او حاجه؟ دارسه اركيتكتشر. او مهندسه؟ اوكي. و انتيرير ديزاين واز ماي باشن. اوكي. وبعدين الفرنتشر بقى كان عاجبني قوي ان انت عاملاه اورينتال نوب، انا شايف كده نوبي. يس. مودرن. يس. اسلامي. فالكوكتيل لطيف جدا، منورانا. وفي الفقره هنتفرج على الكولكشن الخاصه بيكي كلها. النهارده عندنا مزازيكي منورين، حيوا نفسكم يا اولاد، اتفضلوا. اهلا. طيب قبل ما نسمع اغنيه، انا النهارده في شويه حاجات لابسها، الاكسسوارز اللي لابسها النهارده مصرتي من تريد اي وير، والحاجات الحلوه دي عايز اقول لكم. القميص ده عندي قديم جدا جدا جدا، وانا برميش الهدوم. انتوا عارفين اللي بيتفرج عليا من زمان، القميص ده كنت لابسه في 2009، يعني من 10 سنين، مش كده، من 10 سنين وانا في المحور في التتر بتاعه. جددته، واللي ساعدتني ان انا اجدده ديزاينر اللي بتعمل الحاجات الفضه اللي انا حاططها دولت، بكيزه. عامله حاجات حلوه قوي، بعتتهم لي كادو فانا بشكرها. ينفع تكلوزهم لي؟ اجي لك انا؟ اجي لك لما تجي لي انت. فخلت القميص اللي هو عندي من 10 سنين، بقالي كتير ما لبستوش، كان مركون في الدولاب، اتجدد وبقى مختلف جدا. فبشكر بكيزه ديزاينز على الحاجات اللطيفه اللي انا حاططها على القميص، والقميص بقى شكله كول قوي قوي قوي. ثانك يو. طيب تعالوا نسمع اغنيه. نسمع ايه؟ حلو صبح يا حلو، يا حلو صبح يا حلو. وتقول لي نهارنا ايه؟ فل 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 الفل. يلا نسمع الاغنيه دي، حتى اغاني كنا النهارده مصري اصيله كده. نسمعها وبعد كده نرجع لكم نعمل فول وطعميه وشكشوكه في الريستوران عندنا. خليكم في 4 شارع شريف لو سمحتوا. مزيكا 4 شارع شريف.
رجعنا لكم مره ثانيه. اي حد عنده سؤال استفسار اي حاجه يحب يشارك بيها معانا خشوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك 4 شارع شريف. اهلا وسهلا بيكم، بنرحب بيكم. اللي عايز يتواصل معانا شخصيا اهلا وسهلا بيه على الانستغرام شريف مدكور تي في. قصدت ان النهارده احط الشمع واعمل كده جو رومانسي، مش معنى ان احنا هناكل فول وطعميه وترشي وبرنجان ان احنا نجيب ورق الجرايد اللي مش نظيف نفرشه نحط عليه الاكل ونقعد ناكل. لا، في الغالب الفول والطعميه دولت يا بنفطر بيهم يا بنتعشى بيهم، في ناس بيتغدوا بيهم. نظبط سفره حلوه، نطلع الطبق الحلوه اللي عندنا نغرف فيها الفول والطعميه ونزوق السفره بتاعتنا، نحط لو عندنا شمع زي ده كده نحطه، عندنا شمعة واحدة، عندنا فازة فيها شوية ورد نحطها ونعمل قعدة حلوة. فرش الجرايد ده انسوه، مش حلو. الجرايد دي أنا ما ببقاش فاهم الناس ازاي بتعمل كده، كلها رصاص والأكل بيجي عليها، بتاع الجرايد إيديه ممكن تبقى مش نظيفة وساعات بترموه على الأرض وكذا 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 وكذا. فأرجوكوا تبطلوا يعني مفرش حلو كده مشمع لطيف من اللي بيتغسلوا نوسخه زي ما احنا عايزينه، وبعد كده لما يتوسخ نخش ناخده كده فمين ويتحط يتنشر ونستعمله تاني. بس ورق جرايد لا، عندي تقعدوا على لو في سفره انتوا خايفين عليها قوي ممكن تعملوا عليها ازاز، ممكن بعد ما تقوموا تنضفوا السفره يعني كده. بس ورق جرايد ده غير صحي، وغير صحي للعين وغير صحي للمعده وغير صحي للنظر، وريحته وحشه وحاجه مش لطيفه خالص. النهاردة أميرة مشرفة ومنورة. أنا بونسوار. حلوة أنتي. كيفك؟ منيحة. منيحة. حلو اللي أنتي لابساه ده. ألوان بقى. أنتي اللي عاملاه؟ لا. ما أنتي نص هدومك أنتي بتعمليها إيه؟ لا. وفري. واعملي. معرفش جات لي كده سدت نفسي أقعد على المكنة معرفش ليه. اللي وراكي إيه يا أختي؟ ما ورايش حاجة، لا هي سدت نفسي مش عطلة. أيوة يعني أنتي بتعملي إيه في حياتك أصلاً؟ بعمل حق. ولادي ودخول المدارس ده لوحده أزمة، وطلبات المدرسين دي أزمة تانية. بيطلبوا إيه منكم؟ بيطلبوا كل يوم حاجات غريبة، وكل حد عايز لون غير التاني وجلاد غير التاني. طب طول عمرنا كده واحنا صغيرين. بس لا طلبات بقت كتير قوي. ليه؟ ويعني لا محنتفين يعني، سوري يعني بس محنتفين قوي يعني، بيطلبوا حاجات. احنا كنا على ايامنا بنروح بالسكتش او بالكراسة او الكشكول من غير جلاد، هو اصلا بشكل حلو كده. انا لا 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 مفيش الكلام ده، احنا مدرستنا كان في جلاد كحلي وجلاد اخضر وجلاد احمر واصفر وبيج، كل ماده ليها اللي بيحصل ليها الكراسه بتاعتها بالجلاد بتاعها، وبنلزع عليه الستيكر وعليه اسمنا وكذا وكذا. ما ده اللي بيحصل. طب ما ايه انت مضايقه في ايه؟ ما هو ده مرهق بالنسبه لي. وليه ما تخلصي عيلك ليه؟ انت لا عايزه تسرحي شعر بنتك ولا عايزه تجيبي جلاد وتجلدي، امال انتوا خلفتوهم ليه؟ وبجلد الكتب وبجلد كل حاجه. ما دي وظيفتكم. مش قبل ما تخلفي كنت عارفه ده وان انت هتحطي ويقعدوا 10 15 يوم عمالين يسلموهم الكتب والولاد يعني الهوم ورك يتكوم عليهم. لا ما هو دي حاجه بقى، دي ثانيه نبقى نتكلم فيها بعدين مع المدرسه. طب انت السفره فظيعه، عامله ايه بقى في السفره؟ عامله طعميه مصري وعامله فلافل بالحمص وعامله شكشوكه وعامله فول صدق وعامله بتنجان بالدقه ومقدمه بقى بابا غنوج وطماطم وخيار كده لزوم السندوتشات وبطاطس محمره وبصل اخضر. وليه الشكشوكه دي عباره عن ايه؟ وعيش بلدي. دي حاجه زي الصلصه كده تقليه ببصل وطماطم وتوم وبتحط عليها البيض. وده بابا غنوج ده ولا ايه؟ ده بابا غنوج. وايه البصل؟ انت جايبه بصل الميل رفيع كده يا ماما؟ هو ده اللي لقيته. البصل الاخضر لازم يبقى كده مجعلش وحراق. البصل الرفيع بيبقى وتاكليه كده ان يطلع من خشيشك وتقعد تدمع. انا احب كده، ما بحبش البصل التخين. وعموما ده اللي لقيته اصلا، اللي التخين ده ما لقيتوش. بصي انا البصل الاخضر ده باكله مع كل الاكل بس مش الحجم ده. ممكن نضم اتنين على بعض ونعتبرهم واحد. ماشي نتصرف. هنبتدي بالطعميه المصري. يلا الطعميه المصري يا اولاد، مقادير يا اولاد. نص كيلو فول مدشوش، نص حزمه شبت، نص حزمه بقدونس، نص حزمه كزبره، أربعة حزمة بصل أخضر أو كرات، بصلة متوسطة أرباع، نص راس توم، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، معلقة صغيرة كمون وملح ومية حسب الحاجة. وللوش لما نيجي نقلي بقى سمسم وكزبرة ناشفة مطحونة خشن وزيت طبعا للقلي. دي الشامي؟ لا دي المصري. دي المصري اللي بالخضرة. يلا هنعملي ايه بقى؟ هي بتعمل طعمية حلوة قوي على فكرة. انت هي على فكره الطعميه دي بناء على طلب الجماهير. بقى لهم كتير طالبينها مني وانا ما عملتهاش. ده شكل الفول من اسبوعين ثلاثه. طيب ماشي كملي. مش بيدي ده فول مدشوش منقوع ومتصفي وانا هنا فرماه، بس فرمه شويه عشان الوقت عندنا، بس انا قلت اجيبه عشان للي ما يعرفش الفول مدشوش يعرف شكله بقى عامل ازاي. اوكي ده بيتباع فين؟ بيتباع في سوبر ماركت سايب وكاس يعني، في منه كل حاجه. اجيب بس معلقه
او سباتيلا. يلا انا مش هاخد الكميه كلها، انا هاخد على قد الكبه عشان تتفرم على طول. بس احنا هنلتزم بالمقادير اللي انا قايلاها. يلا يا جوجو. كل الحاجات بتحط على بعضها لان احنا كلها هتتنعم بنفس ده الطريقه. ده ايه ده؟ ده بقدونس. ايه كمان؟ وشبت وكزبره. لسه 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 هتشوفي اهو. يلا انجز يا استاذه. حاضر حاضر. ما بشتغلش ليه ده؟ مش مقفول. ايه تاني؟ وده كزبره كده. توم مين؟ توم. قد ايه؟ حط حط. هي نص راس على الكميه بس انا مش عامله الكميه كلها. نص راس على الكميه ده يالك. وبصل. حطي واحده واحده. ماشي. انت هتجننيني. مش كلها، ما انا مش عامله الكميه كلها. لا بس البصل حلو. ما لسه في بصل اخضر. مش مهم. ماشي. مش كله برضه. ما تحطش ميه ولا زيت ولا اي حاجه؟ حط ميه بس لازم يتفرموا الاول. اقفل ثانيه. لازم ننزل دول. لا ما هو تاني ولا بتاع. بص بحب انا الخلاطات قوي. المره اللي فاتت كنت هتحرقهولي بتاعت الكفته. كفته الكفته الجملي. يلا حطي بقى الميه. لازم يتقلب، لازم يتقلب كل شويه عشان بصوا ان نطلع اللي ما اتفرمش، نطلع اللي اتفرم فوق واللي ما اتفرمش ننزله تحت. النهارده ليه؟ ليه انا عملت حاجه؟ احنا لحقنا. لازم اغلس عليكي كل مره يقولوا لي انت لازم تنكد عليها عشتها. اقول لهم عشان تلمسي. تقعد تقول لي، تقعد بقى تكتبي على الفيسبوك بقى كلام بقى ايه ان انا بقى تتعلم مني بقى ومش عارف. هاتي شويه ميه. ما لازم يتفرم. ليه يعني؟ ما مش هيتفرم. لا هيتفرم، لازم الحتت الكبيره دي تختفي وبعد كده نحط، لان لو حطينا كتير ممكن في الاخر تبوظ. هي ما بتتحطش كل ده، احنا مش هنحط كل ده، احنا هنحط على حسب الحاجه. يعني ممكن على الكميه اللي انا عاملاها دي نحط اربع خمس معالق. اهي. اهو بص كده بقى نحط. عشان دفنتها تحت. ما انا عايز بقول لك نطلع اللي فوق تحت. طيب خلاص لغايه ما نقعد نفرمها لغايه ما تبقى كوره جوه. هقول لك دلوقتي. بصوا يا جماعه احنا بنقعد نفرمها وبصوا بقت عامله ازاي. احنا نقعد بقى نطلع يعني نقلب كويس كل شويه كده عشان كمان الخلاط ما يتحرقش. وليه بقى بتبقى عامله يعني نطلعها بتاعت الراجل ازاي؟ الضرب الكتير ده بيخلي فيها يخش هواء وتنفش وتنفش وتبقى مش مكتومه واحنا بنحمرها. والميه مش هيحصل لها اي حاجه، مش هتفك ولا حاجه خالص. يلا انت بقى اعملي لنا حاجه غادي هنا. خلاص اطفي. وريني بقى خايفه على الخلاط. لا انا عشان الناس تسمعني، عشان عايزه اقول حاجات. قولي بقى. هنا انا عندي نفس الخليط اهو، بنحط ميه عادي مش هيجرى لها حاجه، ونقعد نضرب تاني شويه عشان ندخل لها هواء، لان الهواء ده هو اللي هيخليها ما تبقاش مكتومه. اوعوا تكتموا الطعميه. الحاجات دي انا جايبها من عند راجل بتاع طعميه. لازم تبقى هشه كده. قلت له ايه؟ قال لي الميه مش هتفك ابدا، ولا والهواء الكتير، الضرب الكتير ده بيملاها هواء فبيخليها ما تبقاش مكتومه. ماشي. هنعمل ايه بقى؟ هنقلي. هتقليها وهي كده؟ هتفك. لا مش هتفك. ما تطولش في وش بس. يا رب تفك. هو المفروض ان احنا نلبس جوانتي لان احنا هنقلي. فلو لبستي جوانتي ليه؟ ما انا هقول لك اهو. لو لبست جوانتي والزيت هتتحرق، يا ايدي هتتحرق يا جوانتي هتتحرق. لا اتشرع عليك. انا هعمل بايدي. اعملي بايدي طبعا. يلا ورينا بقى. احنا ممكن نحط السمسم جواها، ممكن نحط. انا ضد لبس الجوانتيات في المطابخ. ممكن نحط الكزبره الناشفه مطحونه خشن كده. مش بحبها. مش هحط جواها، انا بقول اختيارات. لو مش عايزين نحطها على الوش. يلا بقى ورينا هتعمليها ايه؟ احنا هنحشيها وهنعملها صغير. طعمية محشية. ما تعرفش طعمية محشية؟ ايه؟ يعني كتكوت؟ لا بصل وطماطم. هقول لكم الحشوة دي بتتعمل ازاي. انت مش معلية النار يا بنتي. انا خفيت حرق. من عليا. سخنة اهو. بص
هنعمل كده عادي، هي هتتشكل ما تقلقوش. وبعد كده هنحط السمسم على الوش. ممكن نحط سمسم وكزبره، ممكن نحط سمسم بس، ممكن نحط كزبره بس، ممكن ما نحطش خالص. انا بحب السمسم برضه. حاسدي بس ايديكي بتتلسع. لا ما تخافش. الكبيره بقى هي بقى هتحشيها ازاي؟ هعملها كده كبيره شويه عن المقاس اللي احنا عاملينه ده، وهعوز معلقه صغننه عشان اخد الحشوه احطها فيها. ايه ده؟ ده بدايتك الالماس؟ ده الخاتم بتاعي. معلقه كبيره بقى. الحشوه دي بصل جوانح، وهنشوحه شويه على النار، وبعد كده هنحط عليه طماطم متقطعه مكعبات وكمون، ونسيبه يدبل شويه على النار، وبعد كده نغطي عليه ونسيبه متغطي، نسفي عليه ونسيبه متغطي. دي الحشوه اللي بتتباع عند الراجل بتاعه الطعميه المحشيه، ونروح حاطين طبقه ثانيه كده فوق بس صغيره مش كبيره، ونلم الجوانب كده عشان ما تتحرقش في الزيت. لا لسه هي هتعوز شوكه مش هتعوز دي. يا بودي يا موقعاتي. على فكره يا ام بودي اللي ايه بيقول لك بوظ لها الطعميه صح؟ بودي بيحبني قوي. بيعيط. هنشكلها كده. بيترعب منك مش عارف ليه. لا عارف لو قلت له حاجه يا مؤمن. اهي دي الطعميه المحشيه. هنعمل بقى المقاس اللي احنا عايزينه. انت تابع يا بودي ولا هيقدر يجي جنبك. اهو انا بقى بحط شويه سمسم في النص عشان خاطر بيخلي طعم العجينه احلى كتير. هات له زيتونه يا زبون. اقلب دي؟ اقلب. لو لقيتها مطريه معاك لسه ما مسكتش ما تقلبش. الهواء بقى الهواء اللي احنا دخلناه فيها والميه بتخليها فاتحه زي بتاعه الراجل كده اهي. لسه الطريه ما تقلبهاش. هتلاقيها لسه. لا بس نعمل واحده كمان محشيه. بصي اصل انا الطعميه مش بحبها قوي، بس في ساعات في محل واحد بس اللي باكل منه الطعميه بصراحه. بس مش هينفع اقول. يعملها بايه؟ هو محل خواجاتي جدا، بيعمل اكل انترناشونال، بس الطعميه بتاعتهم مش طبيعيه في جمالها. بيعملها ايه؟ طعميه مصري زي دي بالفول ولا بالحمص؟ ولا اعرف، انا بروح اكلها وخلاص. هنشكل كده ما تقلقوش مش هتفك منكم ولا حاجه. وشريف قال لي هتفك وما فكتش اهي. ربنا ستار حليم. ربنا يعني بيقف مع الناس يعني مش قادره اقول لك. كفايه كده؟ تعرفي تتكلمي شويه لغايه ما اروح لكم الكنترول واجي؟ اتكلم اقول عملنا ايه واقول ايه الاسرار بتاعتها. تروح تتخانق مع مين؟ لا الواد ده بيروح يغيظهم. هتتخانق مع مين؟ ايوه هو تبعي بس مش قوي كده يعني. ما تزيتش يا زياط. بيفتنوا عليك في الكنترول جوه. انا سامعه من هنا. انت زياط؟ واقلب دي. اقلب اللي تلاقيها احمر. ما تعملي لنا بقى ايه عين كتكوت؟ مدورة؟ مدورة؟ ايوه مدورة. دي بتتعمل بمعلقة، هعملها لك حاضر. بتتعمل بمعلقتين. اهي في واحدة ثانية اهي. فرقتها حلوة قوي يا أميرة. يا أروبا! مش شكلها؟ السمسم ده بحب اللي بالسمسم أكتر من اللي بالكزبرة. هفضل واقفة بإيدي كده. عايزة إيه؟ معلقة نفس اللي أنت جبتها لي. عين كتكوت. عين كتكوت. بنشكلها بالمعلقة قصاد بعض كده. كده خلصتي؟ الطعمية دي خلصت. نعمل كده. نعمل كده. يلا خشينا بقى على الطبق اللي بعديه. نعمل كده. دي مش عين كتكوت، عين كتكوت بتعمل كده على الراجل بيعملها. انا بشوفها بيكورها. ايوه بقولك عين كتكوت دي مش عين. عملت رمش الكتكوت عليها كوره بايديك كده اهو. كوره بايدي ايه؟ مش هتنفع كوره بايدي، مش هتتكور. قصدك كده صغنونه كده؟ ايوه اوكي اهي. بس حطي ايديك في زيت وهو بيغلي. ما دخلش في ايدي. ايه طب يلا اشيل بس دي. اشيلي بقى دي. اغسل ايدي. بصوا بقى اطلعي عليها كده يا جوهري. الطعميه شكلها حلو قوي. طب انا هفضل واقفه كده انا صبلي. ماشي. في قال ايه؟ ها؟ ايه ده؟ المايه جت؟ المايه جت؟ الله ميرسي للحي. دخلوا المايه عندنا في 14 شريف، كان بقالنا سنه ما عندناش مايه. عادي. الحاجات دي. انا مجهزه طبق. انت فين الطبق؟ قال في بعض الشعوب بتتريق علينا وتقول لنا ايه خليكوا في الطعميه اقطع عليا عشان اقول كلمتين بايخين. حبايبي خلينا في الطعميه. ايه احنا اتعلمنا الطبيخ وتعلمنا الاكل وتعلمنا الحاجات دي بقى لنا 7000 سنه بنعرف يعني ايه اكل ويعني ايه طبيخ ويعني ايه مطبخ ويعني ايه حله ويعني ايه شوكه وسكينه ناكل بيهم من ايام اجدادنا المصريين القدماء. في ناس تانية بقى لهم ما كانوش يعرفوا اساسا الاكل غير من كام شهر كده. انتوا بالنسبه لنا هم كام شهر؟ لو قسنا
حضارتنا بحضاره حضاراتكم. فبنقول ما تقولوش بس كلام بايخ كده، عشان ايه الايام دي كمان انا لساني طويل على اي حد بيقول كلمه علينا مش عاجباني. مفيش، في ناس قاعده تقول بالذات عندي على الفيسبوك، في ناس قاعده تقول لي لا انت كده هتخسر جمهور من بلاد اخرى ومش عارف ايه. لا ما هو انا اخسر جمهور بس ما اخسرش نفسي. وبعدين في اوقات كده الواحد ما ينفعش يبقى فيها محايد، الواحد لازم يجيب من الاخر، بالذات الحاجات يا انا اتشتم ماشي، كرو برنامج يتشتم ماشي، الناس العاديه، بس حد بقى يشتم في بلدنا ولا يجيب سيره بلدنا لا مش هنسكت له خالص. يعني ولو كنت ناسي اللي قرا هات الدفاتر، كنت ولو كنت ناسي اللي قرا هات الدفاتر تتقرا. اساسا مفيش دفاتر عندكم، دفاتر كلها عندنا، انتوا بعد عصر الدفاتر بكتير. ايه رايك نعمل ساندوتش؟ لا خش على بعده بقى. طب انا عايزه اقول حاجه، ما نحطش الكزبره والكمون غير قبل، لو احنا نعمل كميه ونخزنها نشيلها من غير بهارات خالص، وبعد كده نحط عليها البهارات زي ما احنا عايزين. طيب اقول مقادير عشان مؤمن دخل يضرب بودي. ماشي. هيجروا ورا بعض دلوقتي في الشارع، هيقعدوا يطوفوا في الميدان في الفصل. هنعمل الفول، انا جايبه خس وطماطم وخيار، وفي بابا غنوج لو اللي عايز يعمل سندوتشات بقى يعني. ماشي انا هعمل. 2 كوبايه فول مدمس، ربع كيلو سجق، بصله صغيره مفرومه ناعم، ربع معلقه صغيره كمون، 2 تمر طماطم مكعبات صغيره، وملح. ده الفول. طب هاتني مكانك. هات مكانك. خلي بالك يا مؤمن في ضيوف قاعدين هيقولوا علينا مجانين. اهي عين الكتكوت، اهي بقت عين كتكوت. شفتي بقى عين الكتكوت؟ اه ايوه تجنن. وفي بقى طعميه بتبقى جواها ايه؟ اسمها ايه؟ بيضه مسلوقه. ده اسمه بيض سكوت. لا البيض الاسكتلندي باللحمه مفرومه. لا مش البيض الاسكتلندي، هو هي طعميه بالبيض. يلا بقى خشي على الفول وخلصينا. طيب ماشي، انت تولى بقى المهمه دي. حاجة الفول. اخد البصل. شوحي. انا مسويه نص تسويه كالعاده عشان الوقت. بس بس معلقه. هي كده استوت ولا لسه؟ استوت. مش حقيقي. طب لا خلاص اللي لسه خضرا كده ما تطلعهاش. ريحتها يا جماعه حلوه قوي. ريحتها حلوه قوي بصراحه. انا فرحانه بنفسي جدا، بعملها على طول بس مش كل يعني مش فترات قريبه، فلما بعملها كده بحس ان انا ايه. لا اصل وجود الطعميه في البيت حاجه لطيفه قوي، ريحه الطعميه وتدميس الفول. احنا ما بنجيبش فول جاهز ابدا. انا كنت هدمسه النهارده بس احنا بندمس الفول في العالم بندمسه عندنا في البيت. انا كنت هدمسه النهارده فعلا، وبعد ما جبته ونقعته قلت مش هلحق اعمله هنا، لان انا عامله حاجات كتيره النهارده. ممكن في مره اعمل فول مدمس طريقه تدميسه، ونعمل فول النابت ان شاء الله، اللي هو اللي بتاكل بيتقزقز ده. يلا ايه بقى حطيت ايه على البتاع؟ ده بصل بس. وهاخد دول السجق والطماطم. البصل انا كده كده مدبلاه، وانا مش عايزاه يستوي قوي، فهنا مش هحتاج ان انا استنى عليه ولا حاجه. هحط السجق ونقلب. اول ما السجق يغير لونه او نتاكد ان هو خلاص على يعني فاضل له دقيقه او حاجه ويستوي، لان الفول احنا هنا مستوي مش هيحتاج ان هو يغلي على النار كتير. هنقلبه ونحط عليه شويه فلفل اسود. شريف هيعمل سندوتشات طعميه للضيوف. دي عايزه تتقلب. سيبيها بقى هتتحرق. مش هتتحرق. السجق اهو اول ما يغير لونه، لسه دقيقه واحده بس كده هاخد الرغيف. انا بقى ما اشيل دول. ممكن انا اقلب. الله دي بتاعتي. طب فين الشوك؟ انت مالك بقى، سيبي الطعميه ليا. هتتحرق. مش هتتحرق. ماشي هنشوف. خلاص اهو السجق اول ما كش كده خلاص غير لونه. السجق في العادي ما بيخش وقت كتير على النار، فانا هحط الطماطم على بال الطماطم بس. حلوين كده على فكره. على بال الطماطم ما تغلي غلوه هيكون السجق بقى استوى خالص. هحط دلوقتي الكمون. يعني انا حطيت الاول البصل مشوحه نص تشويحه، في البيت هتخلوه بس يدبل يبقى شفاف، وبعد كده هتحطوا عليه السجق، وبعد كده هتحطوا عليه الطماطم ويستووا مع بعض. الطماطم والسجق هيستووا مع بعض. طماطم مكعبات مش عصراها عشان انا مش عايزاها تكون مسبكه وتقيله. هحط دلوقتي كمون، وخلي بالكم السجق بيبقى فيه بهارات كتير، فاحنا مش هنحتاج ان احنا نحط بهارات كتيره، هو كمون بس كفايه قوي بما انه فول. يعني تغلي غلوتين كده ونحط الفول وخلاص. اشي بقى النار على الزيت.
يا حلو صباح يا حلو صباح يا حلو صباح. تعملي حته فظيعه صراحه. فظيعه. لا فلحتي فلحتي فلحتي. انا اتعلمت، بحاول بحاول احسن من نفسي. لا انت شاطره، انت لو مش شاطره انا بعمل التعميه دي من ساعه ما اتجوزت، مش اول مره يعني، بس انا اول مره اعملها في حلقه والله. في ناس على الجروب بتاعنا ده هو ايه بتاعك اللي ده؟ هو اللي عاملينه لك. اللي هو كلنا مشتركين فيه ده. كانوا طالبينها مني من حوالي شهر كده، وكل مره اقول لهم هعملها لكم الاسبوع الجاي وما يحصل اختلاف في الاراء فما نعملهاش. اختلاف في اراء مين؟ في ارائنا انا والاعداد. يا روبا الحقي بتشتم فيكي. حصلش ابدا. انت شفتي النهارده روبا لابسه ايه؟ جميله. جميله والله جميله. خشي كده تعملي لنا فاشن شوت وري الناس. اوعي اوعي بدل ما يقول زي ما قال. انا قلت ايه؟ قلت ان هي شكلها حلو. مش انت قلت ان شكلها حلو؟ خشي يا روبا. بصي هقول لك حاجه، لو دخلتي عملت لنا فاشن شو دلوقتي هنزود مرتبك. هرقيك. هحط دلوقتي الفول. بصوا انا مش عايزه الطماطم تتسبك خالص. هحط الفول. خشي كده فرجي الناس، انت لابسه حاجات جديده حلوه. تتكسفيش ما تتكسفيش. لا جميل بجد، عاجبني اللون والورد. انحرفت الورد اللي عليه ده شكله احلى. انحرفت انحرفت اهو. خلاص هحط بقى شويه ملح صغيرين، احنا ما حطيناش ملح في الاول، حطينا كمون بس وخلاص كده. الفول بالسجق. اروح اعزم على ضيف الفول دي؟ انت عارفه انت بتعملي ايه؟ اتكلمي. اقول عملت الفول تاني ازاي؟ شوحت البصله لحد ما بقت شفافه. وبعد كده هحط عليها السجق لحد ما نتاكد ان هو على وشك الاستواء. وبعد كده هنحط عليه الطماطم. الطماطم متقطعه مكعبات مش معصوره عشان انا مش عايزاها تكون مسبكه. وبعد ما الطماطم تغلي غلوه هيكون السجق كمان استوى، نروح نحط الكمون يغلوا غلوه مع بعض، وبعد كده نحط الفول ونسيبه 3 4 دقائق كده لحد ما يسخن ويستوي، نتاكد ان هو واخد من طعم السجق واخدين من طعم بعض، وبعد كده هنقدمه. ممكن بقى كمان حاجه، ممكن بعد ما يحصل كده نحطه في طاجن وندخله الفرن. طاجن وندخله الفرن وخلاص كده. كرش بوزي. خلصتي؟ ممكن نقدمه على بال ما نعمل الشكشوكه. لا وحش، ما احنا بعد الفصل هنعمل ايه؟ هنعمل الطعميه الثانيه والبتنجان. الشكشوكه بتاخد دقيقتين بالظبط. طب يلا مقادير الشكشوكه. هاتي انا اغرف الرز البتاع ده، مش الرز، الفول. الفول يلا قولي بقى مقادير الشكشوكه. 8 بيضات او على حسب عدد الاسره، بصلة متوسطة مفرومة ناعم، فص ثوم مفروم، 3 عصير طماطم يعني 3 طماطمات معصورين، قرن فلفل حار او رومي متقطع مكعبات صغيرة، ونص معلقة صغيرة كمون. هو انت الفول ده ما بتهرسيهوش؟ لا. هناكله كده من غير ما نهرسه؟ بيبقى حلو ده، انا باكله كده حلو. عايز تهرسه يبقى تهرسه قبل ما تحطه هنا، يعني لو عايزين نهرسه نهرسه قبل ما نحطه على السجق. اوكي. عايز اسبكولا. شكله بصراحه حلو، ريحته حلوه. طب انا عايز ارجع دي ورا. فلاحتي فلاحتي بيها، انا هرجعها بقى. طيب. فلاحتي فلاحتي. حط برده شويه زيت صغننين. يبقى بقى وسعي عشان دي سخنه. زيت صغيرين، وبعد كده هنحط البصله برده انا مشوحاها نص تشويحه عشان الوقت. فهي هنا تعتبر مستويه. حطيتش طماطم على الطعميه؟ لا عشان ما بحبهاش. ماشي. انا لازم اكل الضيوف على مزاجي، الحاجات اللي بحبها. انا عارف هتقول لي ديمقراطي. مش عارف اسمها كده. هحط فص ثوم واحد. ده خلاص؟ ده خلاص. وهنقلب. اول ما ريحه الثوم تطلع يبقى خلاص كده هنحط بقى الطماطم. دي؟ حاجات النهارده سهله جدا. دي؟ كلها؟ كلها. وهنحط بقى البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل وكمون وفلفل. هي السفره دي تتاكل على بعض يعني مع بعضها كده، حاجات سهله يعني. ده كل يوم نعمل حاجه، هنعمل كل ده في يوم واحد ليه؟ يوم الجمعه الناس بتفطر كده. بنفطر. فين كموني؟ اهو. ماشي خلاص كده. هنحط بقى شويه كمون. هي فين الشكشوكه؟ انا مش فاهم. وبعدين تحطي البيض دي جواها؟ لازم تتسبك الاول وبعد كده نحط البيض ونبدأ نقلب فيه لحد ما يستوي ويشرب كل صوص الطماطم ده. يعني كل مش هيبقى كده، الطماطم دي هتتسبك وتتقل. وتتبخر خالص، بعد كده هنحط البيض. دي تقعد قد ايه؟ اول ما البيض يستوي خلاص، البيض ما بياخدش وقت في التسويه.
طب ليه ما نحطش كل ده في الخلاط؟ البيض والصلصه النيه؟ اه لا، وبعد ما تستوي الصلصه وبعد كده ترجعه على البوتاجاز. ما هي اهي، ما هو انت برضو وانت بتحطه على النار هتفضل تقلب، فهي نفس الفكره. واحنا قبل ما نحطه بنقلبه هنا، يعني ما بنستخدمش يعني دلوقتي ده اقلبه هنا؟ اه ممكن نحط عليه ملح وفلفل ونقلب. مش كتير لان انا حاطه هنا في الطماطم ملح وفلفل. انا ما بحطش ملح وفلفل اصلا في الاكل تقريبا دلوقتي. ماشي، ممنوع. البيضه اللي تلاقيها ما اتكسرتش معاك حطها، دوس عليها كده بال. يعني ايه البيضه اللي ما اتكسرتش يعني؟ اللي مش هتقدر تتقلب عشان الطبق مليان، فهيغلبوك شويه. اول ما هنحط البتاع ده هيكسره، بس هو البوله هي اللي صغيره قوي. هجيب لك واحده كبيره. خد. ايوه كده بقى. يلا هادي بقى كده. ايه البيض الغريب ده؟ ما بيتفق، ما بيت. اعمل كده في السفاره، السفاره هي اللي بتغلب في الدرج. ما بيتفقسوش. السفاره هي اللي بتغلب، لو كسرت السفاره. انا اول مره اشوف حاجه كده. لا سفاره، انت جايباه منين ده؟ بيض عادي. فادي كان عايز يقطعه بدري، قلت له يا فادي لو قطعناه بدري هيعمل. فيا جماعه صح، لما نيجي نستخدم البيض نكسره قبل ما نستخدمه على طول. احط بقى دلوقتي الفلفل الرومي او الفلفل الحراق على حسب ما احنا عايزين. ايه ده، ما فيهوش اي ريحه زفاره؟ عشان فريش طازه. في بيضه هنا فيها حاجه كده غريبه. لا ده الفلفل. لا تلاقيه من المضرب. لا مش من المضرب، ده الفلفل الاسود الكتل. كتل اه. اه افتكرتها هتقلب كتكوت. لا الفلفل الاسود الكتل. احط بقى البيض على ده؟ اه هاتوا كلهم؟ كلهم. اوعي كده بقى وسعي المضرب. اهو اهو. ها ها حط حط، وانا هاخد منك المضرب اقلب بيه. ممكن اقلب بدي. اه ليه دي احسن. هنفضل بقى نقلب فيه كده، متقلقوش من اي حاجه خالص، البيض هيشرب كل الصوص ده. واحنا عايزينه يكون في صوص كده عشان البيض يشربه، عشان طعم البيض يبقى متطعم بالصلصه اللي احنا عاملينها. بس خلاص؟ وبس خلاص. هنفضل نقلب فيه نقلب فيه نقلب فيه، مش هيفضل كده، هو هيتشرب كل ده. نسمع بقى اغنيه وبعد كده ناخد فاصل، وبعد الفاصل نيجي نكمل الحاجات بتاعتك دي. اوكي. موافقه؟ موافقه. مزازيك؟ ايه يا حبيبي؟ عايز عبد الحليم حافظ. يلا بينا. عشان اطلع لكم. انتوا مالكم النهارده متنكدين كده؟ احنا؟ حد مزعلكم؟ لا خالص. والله؟ لا احنا زي الفل. مزيكا. بوزي بقى بيزعق ليه؟ ناخد بالنا. بيهزرش خالص. قال لك 3 2 1 بشخطع. طيب هنعمل دلوقتي ايه؟ هنعمل الطعميه بقى اللي بالحمص. الفلافل. فلافل. فلافل. مقاديرك. ربع كيلو حمص، بصله صغيره متقطعه مكعبات، معلقه صغيره ثوم مفروم، معلقه صغيره ثوم بودره، معلقه صغيره بصل بودره، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره كزبره ناشفه، معلقه صغيره كمون، رشه بيكنج صودا، ملح وميه برده حسب الحاجه، وللوش للوجه يعني عادي بنشغل سمسم او كزبره ناشفه مطحونه خفيف زي الطعميه الاولانيه. ماشي احنا موافقين. يلا برده الحمص اهو، هنقعد نحط الحاجات. ماشي الحمص اهو عادي منقوع ومتصفي، وانا هنا طحنه حبه عشان ننجز زي ما انجزنا كده المره الاولانيه. احط ايه هنا؟ الحمد لله. لا مش ده، احط المفروم ده. احط المفروم بس مش كله، حط كده نص عشان الكبه تمشي. خايف على كبتها؟ مش هتفرم، هنقعد ساعه نعمل فيها زي الكفته. انا جالي عقده من ساعتك، حتى امبارح وانا بعملها في البيت بقيت احط حبه حبه. نحط ايه بقى تاني بعد ده؟ هو ده ايه ده؟ حمص مطحون. ده حمص هو المفروض تحطه مش مطحون، هي طحناه نص طحناه في بيتها. اه انا طحناه، هو الحمص اهو. وده ايه ده؟ ده توم بودره وبصل بودره على بعض كده نفس المقدار. اوكي. وهنحط رشه صغيره بيكنج صودا. بيكنج صودا؟ لا مش كلها، بس كده. وهنحط كمون وكزبره كلها نصها على بعض كده. والبابريكا ثلاث ارباع. بابريكا ثلاث ارباع. فلفل وفص ثوم. مش قرنقوطي، هو اسمه بابريكا. القرنقوطي في حاجه ثانيه عشان كنت بفتي بقى لي 7 سنين. وثوم مفروم. ثوم مفروم بعيد، ما تخافش. صوته فاشع. ونفرم. ونفرم برضه. هنزود ميه حسب الحاجه. ها؟ نزود ميه بس مش كتير. بس مفيهاش خضرة؟ لا. الريحة دي؟ هات الماية. ايه؟ مفيش فلفل اصلا. اه دي بابريكا مش شطة.
لا فيها فلفل طبعا. لا والله ما فيها، ما احنا لسه حاطين الحاجات. فيها شطه ولا شطه؟ الحاجه احنا مش حطيناها مع بعض. ما انا بقى اصلي بستعبط. هتفتري عليا ليه؟ خلاص كده. خلاص احط شويه ملح، شويه احنا حطينا اكتر. لا بصراحه الثانيه ريحتها احلى. الخضره طبعا مخليها لا لا ريحتها احلى بكتير. هنضرب كمان شويه لحد ما تبقى زي دي. حطيناها في البصل. شوف شوف شوف. وسخي بقى الدنيا، وسخي بقى الدنيا. لا اهو. لا. يلا بعد كده هنعمل ايه عشان الوقت خلص؟ اهو هتبقى زي دي، ممكن نطفي بقى خلاص. هتبقى زي دي بقى نطفي، يلا. وهنشكلها برضو. كور؟ دي بقى هنشكلها كور. كور ولا كور؟ كور كور. انت زي ما انتوا عايزين، عشان دايما شريف بيعترض على كلامي ونطقي ودايما بنختلف. مخده مخده، برطمان برطمان، ارنب ارنب، كوتشينه كوتشينه. هحط كده السمسم دي بقى عادي سهل ان احنا نحطها كده ونشربها. هنعمل ايه بقى بعد عشان نزل مقاديره؟ هنعمل باذنجان. باذنجان باذنجان اللي اللي بتدقه. يلا هات المقادير ده. باذنجان بتدقه. طب ايدي اتوسخت. طب اعمل ايه؟ كمل ولا اغسلها وارجع اقرا المقادير ولا اعمل ايه؟ هي فين المقادير؟ المقادير اهي اهي اهي. يلا انت هتقول؟ روحي اغسلي ايديكي. باذنجان بالدقه، نص كيلو باذنجان رومي مقلي، 2 ثمره فلفل رومي مقلي، فلفل حار مقلي، للدقه 5 فص ثوم مفروم، نص كوبايه خل، عصير ليمونه، قرن فلفل احمر حار، قرن فلفل اخضر حار، ربع معلقه صغيره كزبره جافه، ربع معلقه صغيره كمون. كان معكم شريف مذكور، مراسلكم من 4 شارع شريف. بنحب نعمل طبيخ حلو. شفتي كده؟ جميل. هنعوز الكبه تاني عشان كده رجعتها. انا هنا هقلي البتنجان لان الخلطه دي ما ينفعش تتحط على البتنجان غير وهو سخن، لازم يكون سخن. المطحنه اهي الصغننه اللي تحت دي هنحط فيها كل الحاجات. انا في العادي زي ما قلت عملت قبل كده البتنجان هنا، انا ما بقلهوش في الزيت خالص، بس هنا عشان ازاي بتحطوا الحاجات وهي كده بقى؟ انا مش فاهم. لا استنى استنى حاجه افتحها لك. خايف اكسرها طبعا، هي مرعوبه اهي. هنحط فيها الثوم. ايه ده فتحتيها ازاي دي؟ هي بتتفتح اصلا ما كانتش مقفوله. ماشي. ثوم ثوم اند ليمون ده هتتحرق. وكزبره وكمون وفلفل احمر حراق او اخضر رومي لو حد مش عايز حراق. وهنحط ملح. تعالي كده. وهنحط شويه خل. وهقفلها لك وانت هتضرب على ما اطلع الباذنجان. اقفليها مش هعرف. اهي. أول مرة أشوف البتاعة دي. بس خلاص. خلاص. ودي نفكها ازاي؟ لو فكها لفها كده. لا اهي. عشان أنا خايف على القميص يتوسخ. وبعدين؟ أنا بعرف أستعمل. تعملي إيه بقى؟ فبعد كده هنطلع الباذنجان. وهنقلي الفلفل ده كمان معاه نطلعه وهو سخن، لازم يكون سخن، نحط عليه بقى الخلطه اللي احنا عملناها دي. ده وقته ده لسه كتير عشان يتقلي. مش مقطعات خين. مقطعات خين عشان ما هو المفروض يشرب التتبيله فما ينفعش يبقى رفيع، هتلاقيه هرق. نحط التتبيله امتى؟ اول ما نطلعه. ما هو مش هنطلعه دلوقتي، خلاص انا كده خلصت. طبعا خلصنا. انا خلصت. طب لا فهمي الناس هيعملوا ايه طيب؟ هنطلع الباذنجان يا جماعه بس لما يحمر هنطلعه ونحطه في طبق التقديم ونحط معاه الفلفل ده كمان هيتقلي كده اهو، الفلفل الرومي او الفلفل. ونروح نازلين على الصوص ونرصه في طبق التقديم، وهو في طبق التقديم هنحط عليه الصوص زي اللي هناك ده كده. يعني احنا هنقدمه وهنحط عليه الصوص في نفس الوقت. ميرسي. كده عملتي ايه طيب؟ عملنا طعميه المصري، وعملنا الفلافل الشامي اللي بالحمص، وعملنا فول بالسجق، وعملنا شكشوكه، وعملنا باذنجان بالدقه. برنجان. برنجان. شكرا. كنت بتقولي باذنجان. ما مره باذنجان مره برنجان. لازم تحيرني. مره يعني. اوبرجين كده يعني. لازم تحيرني. بشكر اميره حسن على السفره المصري اللي عملتها لنا النهارده، ميرسي ليها. خلينا نسمع اغنيه خليجي وبعديها نرجع لكم في الورشه مع استاذه سالي جنينه مؤسسه مشروع كاندل كونكشن للشموع. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا.
الله 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 على الجو. انا بصوا بحب الشمع جدا جدا جدا، الشمع بالذات بقى اللي عليه اشكال كده، والشمع اللي بيطلع ريحه والحاجات دي تخلي الواحد في مود تاني خالص، بالذات بقى لو سمعنا مع الشمع واضاءه الشمع مزيكا زي اللي وائل كان بيلعبها لنا دلوقتي على القانون، الواحد بيخش في مود حلو قوي بينسى الدنيا. النهارده بقى معانا واحده من اهم مصنعين الشموع، مش في مصر بس، هقول في مصر والوطن العربي، عامله حاجه بكواليتي عاليه جدا او جوده عاليه جدا، ليها باع كبير اكتر من 20 سنه في الصناعه دي، فوصلت لاعلى مستوى، فبتعمل اعلى كواليتي او اعلى جوده. ومره ثانيه كده ارحب استاذه سالي جنينه، مؤسسه مشروع كاندل كونكشن للشموع. اهلا بيك. اهلا، اخبارك ايه؟ انا كويس. ايه الجو الحلو، الامبيونس الفظيع اللي عملتيه لي في الشارع ده؟ ثانك. اخبارك ايه؟ اشمعنى الشمع؟ كانت بس صدفه، يعني مش حاجة planned at all. بس حبيتيها؟ حبيتها وبقالي أكتر من 20 سنة. أوكي، طب قولي لي البداية كانت إزاي؟ البداية كانت في أمريكا. كنت بعمل هوم اكسسوارز، عندنا شركة هوم اكسسوارز، وكان في معرض في نيويورك. فلما رحنا المعرض دي قلنا إن هنعمل حاجة مختلفة كده عشان نزوق البوث بتاعنا. فوقتها الشمع كان لسه بادئ، فعملنا أحكام كبيرة قوي مجسم وعرضناه في البوث بتاعنا، بس يعني مش للبيع، نزوع. الناس سابت الحاجات وبسكت في الشمعة. بالظبط. يعني الناس بيسألوا بكام ده، بيجي في مقاسات ايه وكده. فبدأت خد النمر واكتب التليفون نمبرز والاسامي وكده، ورجعنا ولقينا نفسنا بقى في كاندل بيزنس. طيب رجعتي مصر وعملتي مصنع. أنا أهلي رجعوا مصر، وبعدين لما اكتشفوا إن ما فيش شمع هنا موجود في الديكوريشن، كان في بس التي لايتس، الحاجات البسيطة، وكلها جاية من الصين، لقوا إن في فرصة هنا إن يبدأوا بقى كاندل بيزنس. فمن أمريكا بعتنا لهم بقى الإكويبمنت وبدأنا نبعت لهم حاجات كده، فهم اللي بدأوا. طب مصنع الشمع ده بيبقى فيه إيه؟ يعني في مكان فيه إيه؟ حاجتنا كلها هاند بورد بالإيد، يعني كله بالإيد، مفيش مكان. مفيش مكان. الحاجة الوحيدة اللي بنسيح فيه الشمع، ففي غلات كبيرة قوي وبنحط الشمع فيه. الشمع الحقيقي لونه أبيض ولا بيج؟ الاثنين. بتلونيه بقى ازاي؟ يعني جربنا الليكويد قبل كده، بس قلنا البودره احسن حاجه. اوكي. وكنا بنجيب شويه من هنا، بس لقينا اللي موجود في مصر الكواليتي كان جاي من كوريا. فبدانا بقى نلف وندور على يعني اماكن ثانيه بودره تكون احسن كواليتي بتاعتها. yeah. طيب yeah. عايز اعرف، في شمع في ريحه. بتحطوا ازاي الريحه دي؟ بنجيب الأويلز الزيت، وبنخلطهم مع الشمع لما هو سايح على درجة معينة، وبيتصب بقى في الكونتينرز، يعني إزاز، كوبايات صاج، ممكن حد يجيب لنا فخار بنصب فيه، يعني كل الماتيريالز. طيب انت بتصدري حاجتك؟ بنصدر. بتصدري لفين؟ في دبي، اكتر مكان دلوقتي دبي، ويعني صدرنا لاوروبا وصدرنا السعوديه و... لا كان عندنا زباين على طول بنصدر لهم. بصوا عايز اوريكم بقى الشياكه، وهي عامله الكتالوج بتاع مصنعها كاندل كونكشن. دايما بلاقي الحاجات اللي بتتصدر لازم يبقى ليها بروشور، ليها كتالوج شيك حلو بألوان كويسة، طباعة حلوة. ده هيقول على طول ان انت معاك منتج هتبقى واثق فيه، لان مصروف على الدعاية بتاعته، فأكيد هيبقى مصروف على المنتج. تحفة. كل الأشكال دي موجودة عندكم، وحاجاتكم بتتباع في كرياتيف ايجيبت في كايرو فيستيفال سيتي، وكرياتيف ايجيبت بينقي الناس اللي حاجتها كواليتي عالية فقط. بتبيعي كمان فين؟ بنبيع في بايمن ومنايا، عصفور النيل، البوب اب شوب. اوكي، وهننزل دلوقتي برضو الانستجرام والفيسبوك خاصين بحضرتك. على الشاشه. عشان لو في اي ناس عايزين يعملوا اوردرز. انت برضو الافراح وال انت عندك هنا الكالر شارت. عاملين كالر شارت وسايز شارت، عاملين يعني كل الماتيريالز اللي بنشتغل. ودي ديزاينز. الديزاينز اللي ممكن تتبع او بنحط فينيل زي دولت بالفينيل. يعني ايه؟ اتس فاينل.
مش شمع يعني ولا ايه؟ مش فاهم. ديزاين. اوكي اوكي اوكي. يعني مش يعني عندنا بنشتغل بالنحاس. احكي لي بقى وده ايه ده الحاجات دي؟ دولت بالروايح. ده ايه ده؟ تتجنن. توبروز. مسك مسك الروم اسمه؟ ريحتها حلوه قوي. ودي دي بالفانيلا. فانيلا؟ الفانيلا دي مختلفه حلوة قوي. حلوه قوي. غير الفانيلات التانيه. يا يا. وده ايه؟ ده كمان بالروايح البيراميد كاب بتاعنا. ده كومبينيشن لافندر وياسمين. يا تحفه. طيب احكي لي برضو بقى الشمعه الكبيره الخضراء جاري، هات لي الكبيره اللي على الارض اللي بتطلع نار كبيره دي. ده ايه بقى؟ ده سيترونيلا. ده يعني إيه؟ اللي بي بتاع الناموس والدبان. والله؟ يا اوكي. وده انت عامله الفتله تخينه كده عشان الهواء ما يتفيش. قوي علشان ما يتفيش. تتحط بره في الاوت دور. ده مش مفروض جوه الاندور. يا ومفروض يدخن كده. الريحه بتاعت السيترونيلا ليمون. ما بيحبوش بقى ريحه الليمون. فالناموس والدبان. طب بصي انت عامله كمان البتوع دولت عشان نطفي بيهم ال ينفع تطفي اسمها سنافر. اسمها سنافر؟ سنافر. سنافر. بصوا بقى خليك يا جوهري حاطط كلوزت تحت هنا على الشمعة الكبيرة دي عشان عايز اوريكم بقى. دي بتبيعيهم برضو؟ ايوه. اوكي. كلوز دي الشمعة الكبيرة. كلوز يا حاج اهي كده اهو. غطي الفليم وسيبها شوية كده وهتطفي. اهي. بمنتهى السهولة وما طلعتش برضو دخان كتير. طيب هنا بقى انت عاملة اللي هم فيهم العين ومكتوب عليهم بعض ال في عين الحسود فيها العود ويا دار ما دخلت شار خمسه وخميسه. طب في كمان خليني اقول وده ايه ده؟ دي كمان شمع بالريحه. دي بقى حاجات كلاسيك شويه. هو كل الترابيزه دي عليها حاجات كلاسيك. هنا ورايا في في معلش في الكبار قوي دول. جوهري ضلم الدنيا كده معلش اطفي النور. شغلنا الاساسي فنادق وايفنت بلانرز بتوع افراح. بتوع افراح. ينفع تنور تطفي النور؟ وتجيب لي الثلاثه دول. بصوا الثلاثه دول اضخم شمع انا شفته في حياتي بصراحه. لا بنعمل لغايه متر كمان. لغايه متر. اوكي. بصوا بقى ده يجنن. تحفه. حلوين قوي قوي قوي. اهي. اوكي. طيب. وهنا الصينيه بقى اللي هنا برضو دي ممكن تبقى محطوطه كده في عزومه او في حاجه زي سنتر. أيوة. وتحطي عليها مجموعه الشمع ده مع فلاورز او حاجات زي كده. احكام مختلفه وبتعمل منظر جميل قوي. اوكي. وهنا دولت برضو اللي هم عليهم من بره زي نحاس. ايوه. اوكي. دي انت قلتي اي حد عنده شكل ممكن تعمليه شكل انت عايزه. لا بنحب نعمل كاستمايزيشن. اوكي. هنا برضو ورا في اللي عليهم التنوره وال حلوين قوي قوي قوي. حاجتك كلها احلى من بعض. Thank وزي ما قلت الكواليتي عاليه جدا ودي بالنسبه لي اهم حاجه في الصناعه المصريه. عايزين تنوروا النور نوروه. ولا اقول لك حاجه خليك كنت هقول وائل يلعب لنا مزيكا بس خلاص ماشي اتشرفتينا. نزلوا لنا تاني الفيسبوك وال اسمه ايه تاني انستجرام مش كده. اللي عايز يسأل أي أسئلة أو استفسارات يخش على الفيسبوك أو الإنستجرام الخاصين بكاندل كونكشن. وحاجتهم تتباع زي ما قلنا في كرييتيف إيجيبت في كايرو فاستل سيتي. بشكرك. Thank you. بجد حاجتك حلوة قوي وكواليتي حلوة. عندك كام حد في المصنع بيشتغل؟ عندنا تقريبا 8. 8؟ عايزينهم يبقوا 80. Yeah. تصدروا اكتر ان شاء الله ويبقوا 80 عام. زمان كان في اكتر بكتير. ان شاء الله نرجع تاني اقوى من زمان باذن الله. ميرسي شرفتي ونورتي. اهلا وسهلا بيكي. طيب احنا خلونا نشوف فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل معاكم كلامنا عن الصناعه المصريه والتقدم الغير عادي الجميل اللي موجود في الصناعه المصريه. وهيكون معانا في الفقره الجايه استاذه شيماء بشاري مؤسسه عيشه ديزاين هاوس للاثاث. خليكم معانا لو سمحتوا. أربعة شراشيب
الله 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 الله، شغل حلو قوي قوي، حاجات مصري زي ما انتم شايفين، اساس مصري طالع من مصر، حاجات كلها احلى من بعض بصراحه. وخلينا مره تانية كده نرحب النهارده بضيفتي اللي عامله حاجات حلوه قوي، استاذه شيماء بشاري، مؤسسه عيشه ديزاين هاوس. اهلا بيكي. مين عيشه؟ عيشه اسم شائع جدا في النوبه، ولما ابتديت النوبيه اصلا. ايوه الله عليك. أيوة. مش تقولي بقى. ايوه الف سلام وتحيه حبايبي انت والله العظيم. ميرسي. طب استني، لا استني، ما دام النوبه يبقى هلعب لك الاغنيه الجايه حاجه لمحمد الكينج محمد منير. يا وائل ممكن تحضروا اغنيه رمان؟ طبعا يلا بينا هلعبها لك دي. اتفضلي. عيشه بقى اسم عيشه اتس لايف طبعا، وعيشه اسم في النوبه شائع جدا جدا، وما بينطقهوش كمان حتى عيشه زي ما احنا بننطقه، بينطقوه عشا، وفكرت انه يبقى كده او كده، بعدين لقيت انه لا اتس دبل مينينج الطف يعني. عيشه مامتي، ومامتي فعلا اسمها عيشه، وعمتي اسمها عيشه، وجده مامتي وجده جوري، فلا اتس كومن قوي قوي اسم عيشه في الله عليك. وانا بحبه. ايه الاصاله دي؟ ايه الجمال ده؟ بدات ازاي؟ انت مهندسه معماريه؟ ايوه. اوكي. واشتغلت في العماره عادي جدا، بس كنت طول الوقت باشنيتد قوي بشغل الانتيريور. ولما ابتديت اشتغل انتيريور ابتديت اواجه حاجات طبيعيه يعني في الفرنتشر عشان تكمل الستايل بتاعك. الناس يا بتشتغل فرنش كلاسيكال يا بتشتغل مودرن. اول ما ابتديت كان المودرن الموجود في السوق كواليتي مش حلو، كان بعد الثوره كانت كواليتي مش حلوه واسعار غاليه وما فيهاش روح يعني، ففكرت انه واي نوت ان انا نبتدي نعمل كولكشن كده فرنتشر مصري. ولما ابتديت عملت كام بيس وابتديت انزل معارض وكده، وبالصدفه بقى جالي برودكت انتيرير نايل كروز عايزه تتعمل كلها على النوبيين ستايل. فابتديت اعمل ريسيرش. الله دول بيفهموا قوي نايل كروز. لا وكانوا عاملين الاكسبيرينس كلها النوبيين. البرودكت ما كملش للاسف، لكن كان بقى الصدفه اللي فتحت السكه يعني. اول ما ابتديت اعمل الريسيرش على الحدوته، الموتيفات، الالوان، كنت عايزه حاجه حلوه مودرنايزد مش شيب خالص يعني مش الناس بتشتغل نوبيين بنفس الطريقه التقليديه الثلاث مثلثات بالثلاث الوان وتبقى الدنيا بكار خالص كده. فقعدت ادور لقيت بقى كنز النوبيين موتيفز اللي بتترسم على البيوت في النوبه كلها سيمبوليك، كلها مينينجفل، ليها كلها مش على الناس بالعربي بس ليها معاني، ليها الرموز، ليها معاني بالظبط. وبتترسم كل حاجه بتترسم ليها معنى، مش جهدوي، مش عشوائي. هي رساله. رساله هي رساله. احنا بنرسم على بيوت اللي هيتجوزوا نقوش بندعي فيها ربنا ان ربنا يبارك لهم ويبقى بيتهم فيه سلام وان يبقى عندهم خير، وبيجي وقت فيضان نرسم نقوشات فيها الانسبيريشن بتاعت النيل انه يعلى ويجي بالخير وتبتدي المراكب تتحرك ويبتدي الصيد يشتغل. فالموضوع كان غني قوي قوي قوي. اوكي طيب، بداتي البراند بقالك كام سنه بالظبط؟ بقالي 5 سنين. 5 سنين طيب، كله خشب؟ بحاول ادخل بقى خامات. إيه؟ يعني خشب وإيه؟ ابتديت بالخشب وابتديت بالافكار بقى اللي هي بالوان وكده. طب انا عايزك تحكي لي اولا، في مرايه دلوقتي احنا شايفينها، احنا بس عاملين طمسينها اللي هو انتوا شايفينها دي مرايه. جاري هاتها من الاول كده من فوق لو سمحت، المرايه دي تجنن، دي ممكن تتعلق في كذا حاجه وشكلها مختلف تماما، وانا بالنسبه لي هي فيها حاجه روبي وفيها حاجه من معبد حتشبسوت. طبعا، وده كمان من ضمن الحاجات اللي طبعا. أوكي. اصلا في ميكس يعني، في تداخل فظيع حاصل ما بين الحضارتين. الحضاره النوبيه بنقوشاتها ورسوماتها واشكال الموتيفات فيها، والموتيفات اللي كانت بترسم على المعابد بخطوطها. لا في مزج فظيع. وهنا في السفره بالكراسي بتاعتها، بالكرسي برضو كله في النقش زي اركات شويه ولا بتسميه ايه؟ اركات بالظبط. اركات يعني هو أوكي. نفس وده خشب. التكنيك ده خشب. اوكي حلو قوي. ودي بتعمليها بقى بوفيه ولا بتعملي لها ايه؟ ليها بوفيه فعليا،
برضو بنفس النوع بتاع الخشب والدرف بتاعته أوكي. عليها نفس أوكي. النقش. احكي لي بقى ايه القطعه اللي جنبك دي؟ القطعه دي كانت فكره انه يبقى فيه بيس. انا بالنسبه لي بقيت زي صندوق. هي زي صندوق وفكرتها فكره الصندوق فكره ان ما تبقاش عارف قوي هو جوه فيه ايه. الفكره دي جات لي لما ابتدى يطلب مني ان احنا نعمل ممكن نفتح قطع نعمل قطع حضرتك ينفع تفتحيها وانت قاعده؟ طبعا اوكي هترجعي بس زي ما كنت قاعده في الكرسي اوكي تفتحي اوكي نفتحها بقى افتحيها لي كده اوكي او اوكي هي القطعة دي معمولة أساساً عشان تبقى زي ميني الكيتشنات يتحط فيها الشاي والقهوة بقى الشاي والقهوة والكاتل والكوبايات وفي نفس الوقت تبقى بيس حلوة قوي أرتستيك محطوطة في الناس في البيوت الناس اللي بيبقى عندهم دوبلاكس بيبقى عندهم دور تاني صح. ما يفضلش يطلع وينزل بقى عشان يعمل طيب. حاجة تعالي نسمع أغنية ونرجع نكمل طبعا. وناخد فاصل ونرجع نكمل حاجات بما أن أستاذتي النهاردة نوبية خلينا نسمع كده حاجة للكينج محمد منير حبيبنا نسمع الرومان وبعدين ناخد فاصل ونرجع نكمل بقية الكولكشن مزيكا رجعنا لكم مرة تانية وبنتفرج على شغل مصري حلو قوي قوي مرة تانية برحب بضيفتي أستاذة شيماء بشاري مؤسس عيشة ديزاين هاوس للأثاث حاجتك بتتباع ازاي وفين عشان نعملك دعاية حاجتي بتتباع طبعا كريتيف ايجيبت طبعا وانا عندي مش دلوقتي في كريتيف ايجيبت بس ما عنديش كولكشن كبيره يعني الفتره اللي فاتت كده كانت عندي كذا بروجكت انتيرير كبار كانوا واخدين مني الوقت كله أوكي. بس دلوقتي بنجهز خلاص الكولكشن الجديده ان شاء الله والانستجرام والفيسبوك بتوعك على الهوا معانا علشان الناس تتواصل معاك في حاجه لازم حاجتين لازم اتكلم حاجه يعني رول هقوم لهم لا خليكي قاعده عايز اجرب الكرسي ده ده بتسموه ايه ده؟ هو بوف وتلاقي له كرسي؟ مثلا هو بوف صغير ده مريح راحه ومعاه الطبليه بتاعته مظبوط هي قعده مزاج كده يعني نشرب قهوه نقرا كتاب نقعد حته كده لوحدنا خالص حلوه بشكل اتفضل وهنا بقى ده البروشور ميني بروشور على بزنس كارد حاجه صغننه كده الناس تفتكرنا بيها حلوه قوي 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 برافو عليكي طيب هنا ده طقم ولا كل حاجه بتبيعها لوحدها ببيع كل حاجه لوحدها وست لو حد عايز يعني اوكي في بقى كمان بحب انا دي الترابيزه اللي بتتقفل من جوه كده دي اللي بتتقفل من جوه والكنبه اللي هي الهلال دي تجنن برضو ايوه وهنا برضو دي قاعده كورنر كده في البيت الحاجات دي ممكن تبقى اوت دور ولا صعب؟ الحاجات دي ممكن جدا تبقى اوت دور اوكي في فراندا كده صغيره على كده ايه بصوا دي بقى ايه؟ ده كونسبت السبيس سيفنج بقى ان احنا يبقى عندنا ترابيزه شكلها لطيف ونشيلها خالص وتبقى الدنيا واسعه لو عندنا اطفال بيلعبوا الدنيا تبقى تمام ما عندهمش مشكله. شوفي بقى الناس اللي عندهم بلكونه صغيره يحطوا دي بالظبط وجنبها بنكات كده وراجل ومراته يقعدوا ايه كده قاعده حلوه في العصر تعملوا القهوه على السبرتايه حطها له هنا مع كيكه كده بالبرتقان مثلا يا الله مثلا مش عارف احنا مفتقدين الكلام ده كنت من كام يوم في مكان فدخلت عاده لما بخرج مع اهلي في حته من سكشن موبايلات والله العظيم وانا داخل المطعم كل الناس قاعده كل واحد ماسك الموبايل ما بيكلموش مع بعض واحد ومراته بس ده اكتر بقى منظر استفزني الراجل قاعد ماسك الموبايل بتاعه عمال يعمل حاجات وعمال يهز في رجليه كده اهو ومراته قاعده قدامه ولا جنبه الناحيه الثانيه وبعته ومعاهم طفل عنده 8 سنين نفسي. ايه ده يا مصري شوف نفسكم ده للاسف ده لا 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 احنا في الضياع احنا قربنا البعاد وبعدنا القريبين لا 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 مش طبيعي في بقى هنختم بدي الكنبه اللاف سيت الفظيعه بس عايزه اقعد هنا اهو عشان يبان الشغل بتاعها تجنن اسمها شمندورة عشان الشيب بتاعها انسباير من شكل الشمندورة ده سعرها؟ ايوه دي رخيصه يعني معقوله؟ والله؟ والله ده فيري ريزونبل ما احنا دي بقى الفكره ان احنا عايزين نعمل ده خشب وهي كمان فيها سبيس يعني فيها ستورج سبيس لا يا شيخ والله انه ده بنشيله مظبوط كده ايوه ونحط جواها حاجات حلوه بشكل
دي ممكن بقى تبقى في اوضه النوم بالظبط خلاص ويتخزن بقى فيها في الصيف تحطي اللحفه والبطاطين هنا جوه وفي الصيف العكس بالظبط فيري نايس حلوه قوي 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 انت بجد شرفتيني نورتيني يعني شرف ليا وميرسي انت جيتي لنا النهارده وميرسي انت عامله برودكت مصري مشرف كده اشكرك انا اللي اشكرك كل كولكشن انت طيبه ونشوفك دايما عندنا ميرسي الباشمهندسه شيماء بشاري مؤسسه عيشه ديزاين هاوس للافاس على وجودها معانا النهارده وعلى الحاجات الحلوه قوي اللي وريتها لنا ربنا تكونوا انبسطتوا عندنا النهارده في حلقه نهايه الاسبوع نشوفكم ان شاء الله على خير يوم السبت شكرا لكم باي باي